مساء الخير موضوعنا اليوم كيف بدنا نحافظ على الزواج موضوع مهم جدا وسهل جدا اذا وجد التفاهم والحوار التفاهم والحوار اللي دائما دائما نحكي عنهن بكل شيء صحيح. اهلا وسهلا فيكي سيده ريما دروبي المعالجه النفسيه اهلا دا. اكيد رح تنبصي مني انه التفاهم والحوار بلشنا فيهم صح. كيف بدنا نحافظ على زواجنا اليوم يعني صار يمكن ماشي. الوقت انه نحكي عن هالموضوع بظل انه المراه اخذت استقلاليتها او كل من الطرفين اخذ استقلاليته صح. كل واحد المرأة. مستقل عن الثاني على كل الاصعده مستقل بالعمل ماديا اجتماعيا على كل الاصعده في استقلاليه وبدنا نحافظ على مؤسسه هالزواج <applause> كيف هالكوبليت بدنا يحافظوا على هالمؤسسه اول شيء نادا نحن مش ضد الاستقلاليه لازم اكيد نحن الاستقلالية. ما نحن عم نحكي انه هالاستقلاليه موجوده <applause> بس نعرف نحن بدنا نحافظ <applause> على الزواج للاسف للاسف كيف هلا نحن بوقت و... حتى الاحبه ما عم يتفقوا مع بعض فكيف الازواج بدهم يتفقوا يعني حتى الخاطبين بتلاقيهم ما عم يتفقوا، فكيف الازواج بدهم يتفقوا؟ يعني نحن فعلا بوقت ما عم نفهم بعضنا، لانه يمكن مثل ما قلتي صارت الاستقلاليه اكثر، صرنا ما نخاف، ما بقى في عبء علينا من خوف انه نترك او نرجع نعمل حياتنا مش وين ما كان. نعم في ناس بعد عندها القمع اكيد، بس ما مننكر انه نحن وصلنا لمطرح ما عم نقدر نتفاهم مع بعضنا، رجال ومرأة كل واحد بغنّي على ليله. اوكي ده. مشان هيك شو لازم نعمل حلقتنا اليوم؟ شو لازم نعمل حتى نتفادى هالمشاكل اللي بتصير بيناتنا وان شاء الله نقدر نفيدهم. أول شيء مثل ما قلتي شعارنا الحوار. حوار أهم شغلة، أهم شغلة بدي انطلق منها واللي أكيد زهقوا منها ورح ضلني أقولها هي الحوار. إذا ما كان عندي باز الأساس الحوار أنا ما بقدر أوصل لشيء. لأنه شو ما أعمل إذا مني محاورة بهيدي النقطة، كيف بدي أفهمك إذا ما حاورتك؟ كيف تفهميني اذا ما حورتيني فضروري افهمك تعرف كيف اتصرف ما يستلشقوا في بليز وهون بدي بين قوسين ضوي للرجال الرجال ما بيحبوا الحوار مرة بتحب الحوار وهيدا من اكثر الخلافات اللي بيصير انه المراه بتحب تحكي الرجال ما بيحب يحكي إيه رجال غير قابلين للحوار نهائياً نهائيا صح هون بدنا نضوي شوي انه عزيز الرجل بس رح نضوي لك نقطه انه هالقد الحوار مهم لو انت بشخصيتك ما بتحب الحوار معلي لازم نضحي شوي حتى نقدر نحافظ على العلاقة أوكي إنه تعطي شوي من وقتك للحوار آه. مع الوقت بيقدر إنه بصير هو يتغير بصير مع الوقت يمكن يحبه اوكي؟ فأهم شيء هو الحوار بدنا ننطلق منه لنحافظ على علاقتنا مع بعض. تاني شغله ما بدي اتوقع اي شيء من الثاني، عدم التوقع، التوقع بيأذيني ما بي... ما بيعطيني شيء ايجابي. التوقع هو انه ببني كل امالي على هذا الشخص، هو رح يفرحني، انا بدي اتجوزه لانه هو انسان منيح، لا مش هيدا مبدأي أنا بدي أتجوزه لأنه نحن بنتفق سوا، لأنه نحن آه بدنا نعيش سوا، بدي أبني هيك على أنا وهو، مش هو اللي بده يعطيني. نعم. أوكي؟ ما بدي أتوقع ما رح يقدم لي شيء، ما بدي أتوقع إنه هو يقدم لي نجاح، هو يقدم لي شيء مظبوط، هو يقدم لي الفرح، هو يقدم لي السعادة، وإنه أنا بس أتجوزه أو بس أخطبه مم. أو مجرد ما إنه تعرفت عليه وعم نعمل علاقة، هو اللي رح يكون باب الفرج لإلي، لا في فرق بلازم اعرف انا وين رايحه مم. انا شو بدي من هالشخص انا بدي اقدم كثير. النجاح لحالي انا بدي اشتغل على حالي حتى انا اتقدم وانجح وما حدا صحيح. رح يقدم لي شيء هذا اللي بدنا نقتنع فيه صحيح مزبوط <applause> مثل حلقتنا الايجابيه اللي حكينا فيها ونوصل مزبوط. للمشاهدين مزبوط ثالث آه، نقطه بدي اقولها هي الاشباع العاطفي آه، بدنا نعرف شو هو الاشباع العاطفي ندى آه، ما بدنا نخبي عاطفتنا تجاه الاخر، في ناس بتكون ما بتعبر بتقول وفي كثير ناس حتى بتقول انه هذا الشخص عاطفي بس ما بيعبر، انه قلبه طيب بس ما بيعبر،, ما بيعبر. لا بدنا نعبر قد ما فينا عن عاطفتنا، بدي شوف بهذا الشخص بدي فتش بهالشخص عن يلي يعني بدي شوف الايجابيه بتعبيري انا لل لما بعبر عن محبتي يعني بدي شوف الايجابيه بالتعبير عن المحبه ومع الوقت شوي شوي انا بصير بقدر اعبر عن عاطفتي تجاهه لانه كثير مش حلو لما ما بعبر عن عاطفتي اللي بوجهي بده يفكر حاله انه هو عايش لوحده وحقه فمشان هيك ضروري نعرف نعبر للاخر عن عاطفتنا في شغله بس بدي ضوي عليها ما بدي فتش بهالشخص وكثير بتصير معنا وخاصه عند عن المزوجين بصيروا يفتشوا بهالشخص عن يلي بدهم اياه من عاطفه ما أخدوها من اهلهم اوكي مم. وهون الأسوأ اللي بيصير يعني حينين يعني اشياء ناقصه النقص اللي ما اخذوه من عند اهلهم رح يدوروا عليهم مزبوط بهالمؤسسه صح هيدي اياها يعني انا ناقصني عاطفه من احد افراد بعيلتي الام او البي انا لما ب... لحدا بيكون في علاقه انا وياه ببني العلاقه جاي انا بس حتى أعبي هالنقص العاطفي اللي عندي هيدي كثير مهمه انه اوعى عليها مشان هيك بدي اقول شغله هون انه لما مثلا في كثير مثلا بالكابل بنشوفها انه في واحد منهم بضل لاحق الثاني انه مثلا أنا بحبك،, انا بحبك انا بحبك انا بحبك انا بحبك او العكس مثلا هيدا شيء او أنا بحبك،, انا بحبك انا بحبك هيدا معناتها عم بيقول له للثاني حبني حبني إيه؟ م. لما م. هل... هيدا عم بيقول له حبني واعطيني وعطيني ما هو الحب عطاء بده ياخذ صح بده ياخذ العاطفه فهون كثير مهم نحنا نضوي على هيدي النقطه ونعرف انه انا لما عم بقول لهالشخص او شريكي ينتبه او انا حتى انتبه على نفسي انه ليش هالقد انا عم ضوي على كلمه الحب وعلى العاطفه ليه هالقد عم بشدد على العاطفه يعني بمختصر لما بيكون في عندي افراط بالعاطفه انا لازم انتبه واقول ليش شو اللي ناقصني؟ هالقد بدي افراط بالعاطفه. العاطفه حلوه ما عم نقول لا وبقول انه حلو نعبر لبعضنا عن عن عاطفتنا لبعضنا شيء كثير حلو انما ما يكون لما بيكون بيدخل الافراط معناتها انا في عندي نقص معين بدي اعبي من خلال هيدا الشريك بدي اعبي بدي انه هالشريك يعطيني اياه وبدي اكثر واكثر منه بصير نبش أكتر واكثر فلازم انا هون اعرف انا شو بني او شو بدي. او آه. حتى اذا شريكنا انتبه مش غلط انه نحكي فيه حتى اوكي حكيتي كثير عن العاطفه وعن الحب اذا بدك بس في شغله اذا الاحترام ما حكينا عنه الاحترام يعني بتحسي غير العاطفه اذا غاب الاحترام بين الزوجين برايك هل هالشيء بيؤدي الى أو بسرع تفكك او بيسرع تفكك المؤسسه الزوجيه طبعا انه لما يعني كلمه احترام بفتكر برايي انه بتختصر كثير اشياء انه ليش نكفي مع بعض؟ أوه. اذا راح الاحترام مم. شو بعد باقي؟ ولا شي. يعني اذا انا ما بحترم شريك حياتي مم. او مش شريك حياتي، اذا انا ما بحترم هاللي بحبه وبحبني. تبقى طيب انا معه ليه؟ كلمه احترام منا شيء سهل، يعني كلمه احترام انه انا بقدرك، انه انا بحبك، انه انا بعزك. مم. مم. يعني كلمه احترام حامل كتير اشياء. فلما انا مش موجود الاحترام فما فقد كل شيء فقد كل شيء اكيد مم. اكيد ما في داعي نكفي <applause> <applause> اوكي كمان نقطة كتير مهمة رح ضوي عليها هي انه رغبة الآخر ضروري نحن نضلنا نحس برغبتنا للآخر لأنه عادة شو اللي بيصير ندى لما بنتجوز بتموت الرغبة بتبلش تخف تدريجيا آخر شيء بنلاقي حالنا عايشين مثل الإخوة وهيدا اللي بتصير لأنه الرغبة للآخر خلص ما بقى فيها الشغف والولعان اللي بيكو بيكو بيكون بالاول بيكون بيناتنا فبيدخل الملل اوكي وبيروح الر... بتروح الرغبه الملل بيقتلها للرغبه ما حصلت عليها وحصلت عليها ونحن عايشين سوا فلما الملل بفوت بيقتل الرغبه بيقضي عليها ونبلش نحن عايشين مثل اثنين يأسنين من هالحياة انه بس بحبوا دايما حدا يجدد لهم حياتهم يعني يتلاقوا بناس حتى يرجعوا يعيشوا يضحكوا يمزحوا وهيدا الشي كتير غلط اوكي أه خليني اسال شغله هون اوقات م. كتير بيكون في احد الطرفين بحب انه يفرض حاله على الثاني يعني يفرض رأيه أه بصير فارض رأيه بكل شيء يعني بصير الثاني مثل ما بتقولي منسحق ولا شي الثاني واحد بس فارض رايه هالشيء قدها هالشيء هيدي نقطه من النقاط وبكون الثاني اللي... راضيان انتبهي هيدي نقطه من النقاط اللي كنت بدي اقولها كمان سبقتيني عليها اللي هي انه مش شخص واحد ياخذ القرارات لازم نحن ناخذ القرارات مرة أنا، مرة هو، مرتين أنا، مرة هو، ثلاث مرة يعني ما بدنا نكون نعددهم، بس إنه نتشك يعني يتشكل هالأخذ القرار يكون مشكل، مرات مشترك أنا. يكون مشترك ما هو أكيد بدنا نتشارك فيه يعني، وحلو نتشارك فيه إنه نعطي رأينا تنيناتنا أكيد، بس حلو مرة أنا أعطي قرار، مرة هو يعطي قرار مش غلط وشي م. كتير حلو اخذ م. القرار سوا آه أوكي؟ برايك هل في في شي شريك بحب انه الثاني يكون الطرف الثاني يكون منسحق على الاخر لاله يكون آه ما عنده راي ما عنده قرار طبعا هذا التسلط اسمه في حدا بحبها هيك طبعا في, في ناس كتير بتحب في شخصيات متسلطه <applause> وهذه شخصيات انه بتبقى يعني مرضيه انه شخصيه متسلطه بدها تسحق <applause> الاخر بدها أو تلغي الطرف الاخر بحب انه يكون الشخص الثاني شريكه يعني على طول عنده راي عنده وجود موجود يعني ايه في شخصيات اللي بتبقى بتحب تدمر الثاني لحتى هي تحس بوجودها، هيدي شخصيه اكيد موجوده، ما مم. فينا نقول مش موجوده في، بس نحن عم نوجه حديثنا مم. للي حابب انه يصلح علاقته الزوجيه، مم. اوكي، وحابب او حابب انه يكفي باستمراريتها، طيب نحن عم نعمل هول النصائح حتى ايه يعني مش انه انا لا بدي اتسلط على شريكي، لا انا بدي فتش كيف بدي اكون انا وشريكي متساويين وعم نكفي اسمه شراكه. نعم لكن النقطه اللي قلتها انه كيف نحافظ م. على الرغبه اللي بيناتنا اللي بيقتلها الملل وبنصير عايشين مثل الاخوه. امم هيدي نقطه كثير مهمه، اوكي؟ أه بنحس حالنا انه ما بقى فيها الشغف تجاه الاخر. فينا بنحافظ على الرغبه اللي هو الدزير للاخر نعم. بحافظ عليه من خلال كثير اشياء، مثلا رح اعطي اكزامبل، اول شغله مثلا من خلال بدهم يستغربوا ما بدنا نلتحم ببعضنا، الالتحام ببعضنا مثل ما بحطوا لنا انه انتم تجوزتوا انتم لازم تعيشوا خلص كل شيء بدكم تعملوه سوا. ما انه مزبوط لانه هذا الشيء بمللنا زياده من بعض اوكي لازم هيدا. نخلق فسحه بيناتنا والجمله كثير بحبها لجبران اللي دائما بستعين فيها انه آه خلوا بيناتكم فسحه بيضاء لترقص فيها فيها رياح السماوات لازم يكون في بيناتنا فسحه بيضاء نعم. آه لازم يكون في انه هو عنده اشياء معينه بده يعملها انا عندي اشياء معينه لازم يكون في مش على طول سوا على طول سوا لا سوى. مش على طول اكيد لان هذا الشيء بيزيد الملل طبعا. اكيد بدنا نوصل لاخر النهار بدنا نلتقى سوا، م. بس مش معناتها نحن اذا هو ما بحب السينما مش معناتها انه انا لا كمان بدي اكون ما بحبها والغيها من حياتي عم يعني بعطي اكزامبل يعني لانه هذا الشيء هو لا وبالمقابل مش اذا انا ما بحب شغلي هو المفروض ما يحبها او اذا انا بحبها هو المفروض نعم. انه يحبها يعني رجعنا انه يضل في استقلاليه معينه لكل واحد له إلو شخصيته له استقلاليته مزبوط نعم. بدي اعرف بدي اعرف انه انا نحن نحن شخصين يعني في انا وفي هو نعم. لما بعرف انه في انا وفي هو اوكي هيدا الشيء بيساعدني اني أشوفه انه اعرف انه في بوجهي كيان كيان وعنده استقلاليته وهون مثل ما بلشنا انه اعرف كيف حافظ على استقلاليه الاخر واعرف كيف حافظ على استقلاليتي نعم. حتى نعيش ما حدا مع بعضنا ما بسلام حدا. لانه الالتحام ندى الالتحام بيوجع وبيعذب وبدمر العلاقه الالتحام كتير شيء مأذي منه هالشيء انه حلو نحن إن عايشين سوا مم. اكيد عايشين سوا مش يفهموني غلط نحن عايشين سوا انما اذا في شغله انا بحب اعملها شريكي ما بحبها مش معناتها بالغية من حياتي بعملها بالوقت اللي هو بكون مثلا ملتهي بشيء تاني مم. او في شيء تاني هو عم يعمله بحبه انما بدنا نفهم الشراكه نحن بدنا نتشارك الحياه سوا بس فرق بين انه نتشارك وانه نكون ملتحمين بكل شيء بنعمله بحياتنا مم. اوكي آه في شغله مهمه اللي هي انه نعبر نعرف كيف نعبر عن انزعاجنا وهون الطريقه يلي رح تكون جديده يمكن انه بدي اقولها انه نعرف كيف نعبر مثلا هو حابب يبوسها هي مش حابه انه يبوسها ما لها ما إلا نفس ما لها جلدي مشغوله باشياء ثانويه مثلا او العكس اوكي ما افرض رغبتي على الاخر بشيء انا هلا حاسته والاخر منه حاسه تجاهي مم. اوكي انا فيني اتكيف مع هالشي وفيني آه وفيني اخذ موقف وازعل وعاده هيدا يلي بصير مم. اوكي او مثلا في مثلا هو بيتصل فيها ما ردت عليه او بصير في بتعرفي المشاكل ما ردت بنصير بنصير نلوم بعضنا اوكي وبنصير هيدا اللي بدي اقوله نستبدل كلمه اللوم بكلمه بحب مم. يعني رح اعطي اكزامبل اذا هو مثلا إجا فات على البيت او العكس بس عم نعطي اكزامبل وإجا حتى يبوسها هي مشغوله بشيء تاني مثلا في يقرب بدل ما ياخذ موقف او هي تاخذ موقف فينا نعبر بدل ما انه لوم بقول انه كنت حابب انه بوسك بس يظهر انه انت هلا تعبانه او مشغوله اوكي كنت حابب يعني بدي استبدل كلمه لوم بحب اذا هي مثلا كانت حابه انه يتصل يسال وما ومتصل النسوان عاده هم بيعملوا فخوخه للرجال انه بدي اشوف هل رح يحكيني او لا، لا ما بدنا نعمل فخ يعني أوكي. نحترم رغبة حتى وحتى آخر. الرجل حتى الرجل مم. كمان بيعمل فخ اوقات للمراه انه رح اشوف رح تسال عني او لا، لا فيني انا اقوم بالمبادره مم. وفيني استبدل كلمه انه اللوم بحب مثلا فيني لما بشوف هالشخص بقول قديه كنت حابب إنه, إنه تسأل عني قدي كنت حابب إنه تتصل فيني نطرتك بس ما, اتصلت. بس ما اتصلت شفتي المفهوم كيف بيتغير؟ هيدا الشيء بدل وقل على وقل السلام وقلش. يلي بداخلي وبدل على قديش أنا فعلاً عندي بياض لما هالشخص اللي مقابيلي بشوف إنه أنا مش عم كسر فيه مش عم بلومه ليه ما حكيتني؟ ليه ما سألت عني؟ أو ليش نسيتني؟ أو أي شغلة؟ أو ليه ما بستني؟ لا ساعتها هو بيصير عنده الحماس اكثر انه يقوم بهيدا الاشياء، وانتبهي ما بتعود تروح من راسه. اوكي؟ okay. يعني هون اللطافه اذا بدك ومظبوط مزبوط كثير بتاخذ دور. مزبوط. ااا آه في كمان شيء كتير مهم بشوفه عند المزوجين. اللي هو؟ بنرمي آه كل العاطفه على اولادنا. اها. هيدا انا بعتبره فخ من فخوخ الحياه. هيدا اكبر فخ. <applause> بنرمي كل العاطفة على أولادنا هلأ ليه ندى شو بيصير عنا بيصير أنه هالزوجين لما بعد ما تجوزوا بيدخل بيناتهم الملل هالشغف اللي كان بيناتهم طاير وحلو ومعيشون وعطيون هالفرح اللي ما بعده فرح يعني بيروح بيقعد على جنب وبيجي هالمولود طب ما هالشي موجود بداخلنا أنا دايما بقول أنه الحب موجود بداخل كل شخص دون استثناء الحب موجود بداخلنا لما بيجي هالولد هالحب اللي داخلنا من حوله كله اجى على الولد بس, بس ليه؟ لانه اجى الملل وخبي مم. بس هو جواتنا عم بيغلي مم. انا ما بقى عم بعبر عنه لشريكي بس هو جواتي عم بيوجعني لانه الحب بيوجع بده يظهر مم. بمطرح مم. بتسمعي كتير اوقات بتقولي الناس انا ملين كم من العاطفه بحب اعطيها لانه بتوجعني وقت ما بعبر عنها فمشان هيك لما بيدخل الملل بين الازواج الحب بصير يوجعنا من جوا وياما بنصير نفتش على شركة برة تشاركهم الحب تبعولنا اللي عم بيوجعنا مشان هيك لما بيخلق الولد بنشيل كل هالحب وبنرمي عليه بنرمي على الولد وبننسى انه في عنا شريك ومش بس بنرميه على الولد بنصير ننام حد الولد لانه حتى نغفيه لانه هلا بدنا نطعميه لا وبتشوفي هلا بتشوفي في كثير بينسوا انه هن لما كانوا مثلا احباء واحباب واصحاب م. وخاطبين و... واول عرسهم بحطوا صورهم سوا، هلا صاروا بحطوا صورهم هن واولادهم نسيوا انه نسينا انه عنا شريك، م. اوكي؟ عم بحكي للرجال وللمرا، لا حلو نحط صورتنا كلنا سوا، ما عم بقول ولادهم اولادهم بس حلو نحنا اصلا م. ولادنا لما هالولد بيشوف انه انا بي وامي حاطين صورتهم سوا هو بيكبر قلبه وانا بكون مثل له هو بالعكس بدوره بصير يحب يعيد هالمثل يلي عم بشوفه قدامه نعم. ما انا مثله الاعلى فشوفي قد انا عم بدمر الصوره تبعولي لما انا بلغي شريكي وباخذ كل هالحب اللي عندي وبرميه على هالولد وهيدا اللي أكتر شيء عم نصير فبليز ما نرمي كل عاطفتنا على الولد نرجع للي عايشة يرجع يسأل حاله شوي ويحاول يجدد هالعلاقة بينه وبين شريكه لو الملل دخلها في عنا مية شغلة نقدر نرجع نجدد حياتنا معه نعم خلصوا نقاطنا ولا بعتي عنا شي نقطة اسألي برجع بكفي أه علم النفس عادة عطول بيدعي للصراحة بين الشريكين صحيح وانه ما, ما تخبوا شي هل بتعتقدي انه الصراحة المفروض تكون محدودة يعني او بأداء تفاصيلها يعني او لازم نخبي شوية تفاصيل لانه اوقات كثير آه الصراحه بتكون هي سبب آه هي سبب للمشاكل ندى هي سبب للمشاكل لما ما بنكون متفقين مع بعض انما لما بنتصارح مع بعض بكون هو هون الوقعه اللي بنوقعها انه حسب نحن كيف بنتصارح مع بعض هل انا عم بصارحك تافرض عليك انا شو بدي هلا هل فيي صارحك فيي قول الحقيقه انا بس ما ما اقول تفاصيل دقيقه يعني تزعج الثاني يعني الحقيقه مجمله اذا بدك مزبوط فيني هيدا الحقيقة المجملة أنا شخصيا بحب الحقيقة مثل ما هي لأنه أنا بآمن أنه الحقيقة مثل ما بقولها هي حقيقتي ما هيدي أنا ليه بدي أخبي نفسي بس مم. في فرق كيف بقول الحقيقة يعني هل أنا عم بقول الحقيقة لحتى أفرض عليك وأقولك ليكي أنا هيك مش عاجبك ما يعجبك مم. ولا هل أنا عم الحقيقة حتى أنت تساعديني وتشاركيني هالحقيقة مم. اللي أنا تشفرق. فيها فرقت بتفرق ما قلنا شفرق. قبل نبدو كلمة لون بحب قد نعم. ايه فرقت معنا نفس الشيء هون بتفرق انه هل انا عم بصارحك حتى اقول انا موجوده ومن بعدي ما في حدا ولا لا انا عم بصارحك تتساعديني تتوقفي معي م -م. او تتساعديني اذا انت شايفه هالنقطه مش منيحه فيي خلينا نشوف كيف لازم نتشارك سوا حتى انه صير انا اتكيف معك وتتكيفي معي يعني فانا ما صراحه قد ما تكون قاسية وقد ما تكون جارحه انا برايي ما في صراحه قاسيه وجارحه لانه الصراحه احلى من انه ما نتصارح الكذب بيوجع اكثر قد ما تكون الحقيقه قويه الكذب بيوجع اكثر والشك بيوجع اكثر واكثر بدي اسالك عن الشك مخليته للاخر اوكي علي. طيب لكن رح كفي وقول بدنا نبعد اي تدخل خارجي بصير كتير عنا انه مثلا عندي مشكل بصير استدعي هون وهون وهون دخلهم بيناتنا بالمشاكل نعم. لا يمكن اوقات بنحس حالنا انه مش قادرين بقى بدنا حدا يفوت بيناتنا اوكي فينا نلتجئ لشخص بس ضروري نكون اثنيناتنا موجودين واثنيناتنا نحكي مع هذا الشخص بس يكون موثوق فيه مش حيالله شخص بس مش نعملها عادي ونصير في كتير بشوفها للأسف وين ما منروح بنصير إنه نحكي هون وهون وهون ونكب مشاكلنا الناس الندب أوقات بتدمرنا ما بتبنينا يعني بتصير تستغل مشاكلنا حتى هي تف... حتى هي تهون مشاكلها على حالها وتصير تقول لك إيه عن جد هيك؟ لا هيدا الشي مش مزبوط ما لازم تقبلي وبصيروا يحرضوا الشخص الاخر على شريكهم وللاسف ما بنحس ما بنحس انه في شخص عم بحرضنا فبليز كتير مهم انه نبعد الاشخاص مش اي شخص ندخله بعلاقتنا هو افضل شي حلو مشاكلكم نلعبو أفضل, أفضل, <applause> افضل شي طبعا انا حطيتها براس الليسته الحوار هيدا افضل شي طبعا بس انما انا تحت اعطي انه كل الاحتمالات للناس اللي ما حاورت او انه بتوقع بهذا الفخ ننتبه طيب. ما نلتجئ لاي ناس م -م -م. اوكي فينا ندخل يمكن شخص واحد ويكون موثوق فيه نعم. اكيد يمكن نعم. اوقات بنحس خلص مش قادرين بقى نحن بدنا حدا ثالث معنا يمكن وقتنا صار رح يخلص اه اوكي طيب آه. آه. خلينا آه. يعني نكفي على السريع لانه يبقى وقت نحكي عن الشك قد مهم اوكي اخر نقطة بس رح اقولها لان وقتنا رح يخلص هو اوقات كتير الزواج بيوعي فينا اوجاع من الماضي يعني بيوعي فينا اوجاع ماضي مثلا اذا هو بيحب مثلا بيلاقي البيت مثلا مكركب بيوعي شي فيه كرجل يعني بيوعي شي فيه وبصير يتهم هالمره انه مرته يعني بصير انه انت مهمله انت وانتي وانت هو مش لانه فعلا هيدا المشهد زعجه لانه هيدا المشهد وعى فيه اشياء وفي للاسف اللي بينتقم من شريكته او او حتى المره اللي بتنتقم من شريكها لانه وعى فيها اشياء حملتها معه من الماضي م. حاملين وجع معين يعني عشنا عند اهلنا م. اوكي مشبعنا عاطفيا او قالنا كان عنده مشاكل كيف بدنا نطلع منه ايه بدنا نعرف هذا اللي انا عم اقوله النوع على هيدي القصه اسال حالي ليش انا عم بعنف في شريكتي م. طيب شو عملت لي او هي مثلا ليش عم نعطي اكزامبل انه مثلا يمكن ليه عليه عم عم بهمله عم بهمله مثلا شو اللي وعى في شيء هيك زعجني من مم. وجوده تا صرت بدي اتفادى وجوده وكانه هو مش موجود هي بنشوفها كمان مم. بدي اعرف انما هدول كلهم بدنا نعرف انه هولي اشياء من نحن وصغار ما تخلصنا منها لما بنرجع نتجوز وبنقعد تحت سقف واحد بترجع بتجي صوره اهلنا على راسنا مم. والاغلاط كلها يلي هن عملوها اهلنا واللي تصرفوها تجاهنا بنرجع بدنا بدورنا نتصرفها معهم، مثلا اللي بيترك لح تبع الحلاقه عده الحلاقه بيطلع صوته مرته عليه انه انه كيف بتترك اغراضك وبيصير في مشكل ومشكل من وراء هالشيء، مش لانه عده الحلاقه زعجتها لانه في شيء توعى عندها في مشهد رجع وهيدا هيدا عم بحكي انا باشياء شكليات مم. انما بيناتنا بيصير كتير اشياء بتوعي العلاقه القديمه بيناتنا اللي مع اهلنا وبصير يخلق عنا مشاكل بين بعضنا من كلمه يمكن بيوجهلي اياها او من كلمه بوجه له اياها بنخلق مشكل ومشكل انما لما منفتش مش بس هيدي الكلمه هي السبب لا الكلمه واعد في شيء خلتني فوع خلتني اتذكر الماضي فبليز ما نوقع بهيدا الشيء اي شيء منحس عم نعصب منه اوكي هيدا الشيء خلينا نسأل حالنا ليه وخلينا نرجع للحوار اللي قلنا نتحاور مع شريكنا. اللي هو اهم شيء الحوار ونحل ونحل القصص قبل ما نختم حلقتنا بدنا نحكي عن الشك قد شك الشك هو بيعطي عملنا توتر وقلق وخوف بقلبنا على طول انه ما... وقت ما بيعود في ثقه صحيح إيه. يعني, يعني انت قلتيها قلتيها انه لما ما في ثقه بيدخل م. الشك اول شيء قبل ما رد لازم نشيل بدي شيل الجواب اللي هو انه في عندنا شك المرضي اللي بيكون هو مرضي انسان هو عنده مرض عن نحكي عن مش عم مردي. نحكي عن الحالات المرضيه يعني عم نحكي عن الحالات العادية نعم. لما عدم الثقه ندى بتروح, بتروح. بفتكر انه ما بيعود شيء. ما بيعود في الا الشك مم. ما فينا نقول راح كل شيء لانه دائما انا برايي في مجال للتصليح في وقت لنصلح على طول دائما انا برايي دائما حكينا قبل عن الإيجابية فدايما <applause> عنا شيء لنصلح <applause> فيه دايما إذا نحن بدنا إذا ما بدنا ما عنا شيء نصلح فمشان الشك الشك هو أبشع الأشياء اللي نحن منعيشها وأكثر شيء بيوجعنا هو الشك ومثل ما قلت لما الثقة بتروح بيجي مطرح الشك لما بتكوني واثقة بهيدا الشخص أوكي تكوني عايشة مرتاحة، شو ما عمل ما بهمك، م. إنما لما الشك بفوت على راسك بصير إذا شرب مي قدامك، هيدي مش مي مش ماء اللي عم يشربها، م. بتصير تشك بالمي، بس أنا اللي بدي أقوله، لما الثقة بتروح لأنه هيدا الشخص هو يلي منعني أوثق فيه. م. أنا برجع بقول عم بستثني الحالات المرضية، طبعا ما عم بحكي عن... نحكي عن الحالات الطبيعية إيه؟ لما أنا شخص بخليني شك فيه لأنه هو يلي عطاني كل الاشياء لحتى انا شك فيه. مم. يعني عم بيتصرف تصرفات غامضه او يمكن انا حسيت في شيء بمطرح ولقيت انه مزبوط معي حق واكتشفت انه ايه هو غلط بحقي بمطرح من المطارح ان كان خيانه او ان كان اي تصرف معين مم. اوكي فانا هون بصير الشك بعيش فيه. هلا بدك تقولي لي إنو شو الحل تبعوله الحل يا اما بدي ارجع اثنيناتنا دايما شخص لوحده ما فينا نحل المشكلة لما بنكون نحن شركاء يعني اذا انا بشك بشريكي عندي الحل اللي بدي حلو لوحده انه يا بدي طنش يا بدي اعيش بالشكل حياتي ما حدا في انما الحل المناسب هو انه نحلها بين بعضنا يعني اللي خلاني اشك فيه انا بدي احكي معه وبدي بدي اتحاور انا وياه وهون دوره المهم هو لالي انه قد انت قادر ترجع تخليني ارجع عيش بحاله هيك الثقه الحلوه اللي كنت عايشتها، تا انا اكون مرتاحه وانت تكون مرتاح. نعم فهون دور الشريك كتير مهم، مش بس كل شيء مبني على الشخص يلي عم بعيش الحاله، الشريك طب اسمه شريك. اكيد اسمه, اسمه شريك, شريك يعني... ما في حدا بيعيش الحاله هو لوحده، ما في شيء ثاني بعدين هو اللي عم بيساعدني، نعم ما نحن شركاء بكل نعم. شيء. فانا شكيت فيك لان انت جبرتني شك فيك، اذا نعم. لكان بدنا نلاقي الحل سوا. لكن نرجع محل ما انتهينا محل ما بلشنا انه الحوار والتفاهم الحوار. هو شايف الحوار شو حل كل شيء الحوار هو كل حياتنا وهو مهم بكل شيء لو ما بلشنا انا وياك يعني على طول الحوار, الحوار. بأول حتى نقطة. من الاولاد الصغار بنقول لهم الحوار نعم حاولوا اولادكم لا توصلوا شريككم <تصحين> الف شكر سيدة ريمة لك سيده ريما دروبي على هالحلقه الكلها الكلها ايجابيه والكلها تسامح في ان شاء الله شكرا لكم مشاهدينا والى اللقاء بحلقات ليحه